اللهم لك الحمد عدد خلقك، لك الحمد زينة عرشك، لك الحمد مداد كلماتك، لك الحمد يا حبيبي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضي، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، نعوذ بك من فقر ينسينا، نعوذ بك من صاحب يؤذينا، نعوذ بك من دنيا تشغلنا وتلهينا. لحظة في رحاب قدسك يا الله خير لنا من الدنيا وما فيها، في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن نجلس بين يديك، نناجيك فنسمعنا، نسألك فتعطينا، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي أما نظرتم إلى من أحبوني، أما نظرتم إلى من جلسوا في رحابي يذكروني، أما نظرتم إلى من تركوا الدنيا وجاءوني. يا الله اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. يا أكرم من أعطى، يا أكرم من أعطى، يا خير من سئل. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن الهم وحبته. يا الله يا كريم، أليس فينا عبد المؤمن إن قال لك يا الله قلت لبيك عبدي؟ أليس فينا أمة مؤمنة إن رفعت أكفها إليك وقالت يا الله قلت لبيك أبتي؟ اللهم آمنا يوم يخاف الناس، واسترنا يوم يفضح الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس. يا حبيبي إني أحقر من أن أرفع إليك أكفي فأدعوك فتستجيب، لكنك أنت الذي علمتنا الدعاء، وأنت الذي وعدتنا بالإجابة. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، ودعاء مسموع. أجب دعانا بكرمك مولانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.